يا سارة، برافو، باعوا لي الجمال بنات. شوف، شوفوا لي الرقي، الكواليتي اللي موت. يعني تخيلوا جاينا الشتاء وطلعاتنا الهواية وسهراتنا الحلوة ومناسباتنا الجميلة، اللي يا رب إن شاء الله جعل كل أيامنا مناسبات وأفراح. بس كشخة أنا أحب تقريبا ما أخذها من عندها العام 6 إلى 8 فروات، ما لبست من عندهم بس 3. وهسه شوفوا دزيت هذا اللون البينك الحلو اللي خبل. ورا هذا الفيديو أراويكم البقية. هذه هيجي واو، هذه بس واعوا لي الفخامة والجمال. يا ريت لو تشوفون شكد حلو ويجنن، عزل الكواليتي مخيف، يجنن يجنن. ورب قلبي من طاني أبقيهم بدون ما أصور لكم، على مود تلحقون لبين ما يوصل. هي شحن مالتها سريع ما يطول، فلا تشيلونهم تخبطها. ما أدري عادي عندكم الجمال، واعوا لي هذه. اعذروني اني طبعا البجامة مو راهمة ويا اي فروة، بس انه حبيت اراويكم. شوف شوف الفخامة هاي، متت عليها هاي، تفوز تجنن. بيك لايك، طلبوها خبول. هذه تجنن وياها ميك اب برونز على لبسة قوية وسكاربين حلو، ذاك المكياج اللي يرد الروح. طعين كشخة كشخة كشخة، فخامة كلش حبيت. وعلى فكرة أي فروة ببالكم تسوي لكم إياها وبكواليتي عالي، وحجوزاتها فل للأمانة. البنية يعني ترى أوصيها يعني قبل شهر، قلت لكم قبل شهر جايبت ياهن، بس مو مالي يوازينا الشتاء وما أصور لكم على مود تاخذون وقتكم بالشحن وتستفادون أكثر. فخمة 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 قطعها، جنن. هاي الفروات تبكي على فيديو كليب جديد، يلا شهودة قريباً.